السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر ومتك. كلنا عارفين ان مواقع اختصار روابط مش ثابته، ودايما الناس تقول المواقع دي بتنصب علينا وحاجات كتير كده بتتقال على مواقع اختصار روابط. ولكن معنى مش ثابته ايه؟ عشان بس الناس اللي مش فاهمه، مش ثابته يعني يا شباب السي بي ام بيقل على مر الزمن والريفرال بيقل على مر الزمن. في مواقع بقى بتبدا صغيره عشان تفضل مكمله، وبل السي بي ام ما يقلش بل يعلى. ومن ضمن المواقع دي هو الموقع اللي هنشرحه النهارده. الموقع ده شباب كويس جدا، بقى له فتره شغال. الموقع ده الفتره اللي كان شغال فيها عمر السي بي ام ما نزل ولا طلع، السي بي ام ثابت مكانه والسي بي ام بتاعه كويس جدا. فتعالوا نشوف الموقع ده مع بعض، وان شاء الله الموقع ده يعجبكم ويستمر، المهم انه يستمر. فتعالوا نشوف الموقع ده مع بعض ان شاء الله يعجبكم. في البدايه يا شباب دي واجهه الموقع العاديه خالص، والواجهه دي طبعا كلنا عارفينها وكلنا شرحناها 100 مره قبل كده. الموقع اسمه كوي لينكس دوت وين، يعني دوت وين دي الامتداد بتاعه اللي هو الدومين. تمام. طيب اول حاجه هتخش على البي اوت ريتس عشان نشوف البي اوت ريتس عامل كام. هتلاقيه كويس، مش وحش ومش ضعيف، ولكنه كويس. تمام. عندك مثلا هنا مصر 8 دولار، وده كويس جدا والله يا شباب. وعندك برضو في اعلى، ولكن زي ما قلت لك الموقع ده بيميزه انه ثابت، السي بي ام بتاعه هيبقى ثابت معاك، يعني تشتغل فيه وانت مطمن وحاطط رجل على رجل. عندك مثلا المغرب 5 دولار ونص، والجزائر 5 دولار ونص، كويس جدا والله يا شباب. وعندك الكويت 5 دولار، وده كويس برضو. انا بدور بس على البلاد اللي بتقل. عندك العراق 4 دولار، ده كويس جدا. قطر 5 دولار. لا هو الموقع فعلا السي بي ام بتاعه كويس جدا. فخلينا نخش مثلا على الكرييت اكونت عشان نقدر نعمل اكونت على الموقع. هيطلب منك اول حاجه اليوزر نيم، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد مره ثانيه وتقول له اي ام نوت روبوت، وكده تكون سجلت في الموقع وتقول له سبميت. تمام. بعد كده تخش بقى هنا على اي اوريدي هاف ا ميمبرشيب، وتكتب اليوزر نيم والباسورد وتقول له ساين ان. خلينا نشوف الموقع من جوه. الواجهه دي احنا عارفينها طبعا شباب، طبعا احنا عارفين الواجهه دي وعارفين اللي فيها. الموقع ده شباب كان في الاول ما كانش عمره بيدفع لفودافون كاش، ولكن حاليا بيقول لك تم اضافه فودافون كاش الى وسائل الدفع بالموقع، وده حاجه ممتازه جدا بصراحه، لان الموقع ده كان مشكلته فعلا انه ما كانش بيدفع فودافون كاش. نصيحه لكل مواقع اختصار رابط الجديده اللي لسه بتبدا، مواقع اختصار رابط اللي بره اللي جوه، اي حد يا جماعه فودافون كاش ده مهم جدا، لان شعب مصر والشعوب اللي بتنفع عندها فودافون كاش افضل وسيله دفع انت ممكن تستلم عليها فلوسك من اي موقع هي فودافون كاش. ف يا ريت اي موقع اختصار روابط جديد، يا ريت او قديم حتى، يضيف فودافون كاش عنده، لان دي مهمه جدا جدا جدا. تمام يا شباب. هنخش مثلا عند الريفرالز نشوف كده الريفرالز كام في الميه. زي ما شايفين يا شباب الريفرال 20%، وده كويس جدا انك تاخد 20% من فلوس الناس اللي سجلت من خلالك على مر الزمن كله، انك تاخد 20% لحد يعني عمر الموقع، فده كويس جدا بصراحه. نروح عند الويزدرو، ودي برده حاجه بتميز الموقع جدا، انه السحب بتاعه من اول 50 سنت، وده ممتاز جدا يا شباب. 50 سنت بس تقدر تسحب فلوسك من الموقع ده بدايه من 50 سنت. طب خلينا نخش مثلا على كلمه هير دي عشان نشوف الدفع بتاعه. زي ما انت شايف اهو الباي بان من اول 50 سنت، البايزه 1 سنت 1 دولار، السكريل 50 سنت، البيتكوين 10 دولار، البرفكت ماني 50 سنت 50 سنت 50 سنت 50 سنت، زي ما انتم شايفين 5 دولار، فودافون كاش، بايونير 50 دولار، كاش بلس 15 دولار، والوفا كاش معرفش ايه دي بصراحه و15 دولار. للاسف مفيش ويسترن يونيون، ولكن كان ضروري يبقى موجود ويسترن يونيون. طبعا بنختار وسيله الدفع وبنكتب كل المعلومات دي يا شباب. ناس كتير بتقول لي انت ما بتقولش عليها ومش عارف ايه، بتكتب اسمك الاولاني، اسمك الثاني، اكتب العنوان بتاعك، اكتب المدينه بتاعتك، المقاطعه بتاعتك، يعني انا مثلا محافظه الدقهليه، محافظه كذا كذا كذا، اي محافظه، اكتب هنا الزد اي بي كود، البوستال كود بتاعك، وهنا اختار المدينه بتاعتك او البلد بتاعتك، يعني هنا اكتب رقمك، وبكده تكون خلصت الحته دي. والناس اللي عندها مشكله في الحته دي مش عارف ازاي يعني، ولكن هي بسيطه جدا يا شباب. طيب خلينا نروح مثلا عند ايه تاني يا شباب لسه في الموقع. نخش على التولز مثلا نشوف الكويك لينك. الكويك لينك طبعا دي اللي بتخليك تختصر اي لينك بسرعه، منك بتشيل اللينك ده وتحط اللينك بتاعك. الماس شرينكر دي بتعمل لك برده حاجه جميله جدا، انك بتختصر لك اكتر من 20 لينك او 20 لينك مره واحده كلهم لو انت بتنزل بارتات العاب او حاجه. الفول بيج سكريبت دي كل اللي بتعمله انك بتاخد السكريبت ده وبتحدد هنا المواقع اللي انت عاوزه يختصروا لك في جوه الموقع الالكتروني بتاعك، وهنا لو خدت اللي تحت ده بيختصر لك كل الروابط اللي في الموقع، فدي تعتبر حاجه ممتازه جدا. طيب نخش على نيو شورتن لينك. خلينا كده نختصر اي لينك بحيث ان احنا نشوف شكله عامل ازاي. بسم الله. نخش على شورتن ونبص على شكل اللينك بتاعه.
سرعته مش بطالة. تمام، هنقول له click here to continue. لو لاحظتوا I am not robot او البتاع ده مش زي بقية المواقع بصراحة، لان في مواقع بيبقى الحاجة دي تحس ان هي قصدها تغلطك، غريبة جدا بصراحة. يعني مفيش اغرب من كده فعلا، بحس في مواقع كده ان هي قصدها تغلطني. كويس جدا، مفيش بوب اندر رخم، مفيش بوب اندر بيطلع لك كده ولا كده، اعلانات اباحية اي حاجة مفيش، انتوا شفتوا بنفسكم. فاعتقد يعني ان دي حاجه كويسه وتحسب لصالح الموقع. وبكده يا شباب تكون انتهت حلقتنا النهارده. تالي الموقع بسيط، مش محتاج شرح ومش محتاج حاجه، يعني ده موقع اختصار رابط عادي جدا. ولكن زي ما قلنا، اللي بيميز المواقع دي ان هي بتبدا صغيره، او ده حتى مش بدا صغير، ده بدا متوسط وفوق المتوسط كمان. الموقع ده يقدر يستمر ويقدر يقف على رجله ويعلي السي بي ام فيما بعد، غير مثلا مواقع كتير شرحناها قبل كده السي بي ام بتاعها بينزل. ولكن زي ما قلنا، المواقع دي بتبقى حلاوتها ان هي ثابته في مكانها. فالموقع ده تضمن انك تشتغل فيه احسن من المواقع التانية، تضمن انك تشتغل فيه حتى لو مواقع تانية اعلى منه، ولكن الفرق الدولار والسنتات ده مش هيبقى كبير قوي بالنسبة لك. فانت تضمن انك تشتغل في موقع زي ده ثابت معاك اكتر. بس كده كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبتك الحلقة دي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو كنت مش مشترك. هو في ايه؟ مش عارف اعمل النهاية من ساعتها، مش عارف اخلص الفيديو. انا ممكن نقفل التسجيل دلوقتي وخلاص. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، وشكرا عشان انت شفت الفيديو. أشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام.